التدهور كان يعني مأساوية بالنسبة لسوريا، يعني كما تعلم جمدت أضويتها في الجامعة العربية، كان هناك خطاب مستمر ودائم بطلب التدخل الأجنبي عبر قرار مجلس الأمن والقرار رقم 7 استخدام يعني التدخل العسكري. يعني لماذا يعني هذا الموقف العربي؟ بالأمس كان هناك اجتماع اللجنة العربية المصغرة لبحث ما يجري في سوريا والتداعيات وخطورة ما يجري في سوريا، أيضا كانت هناك إشارات إلى مجلس الأمن. طبعا هذا الاجتماع كان كما العادة بزعامة وزير خارجية قطر. يعني ماذا تقول عن والله هذا انا الموقف؟ استغرب، لا زلت حتى هذه الساعه سيدي الكريم تتحدث عن الجامعه العربيه، فمنذ متى الجامعه العربيه كانت قد قدمت اي خدمه لهذه هذا الشعب العربي؟ فهي متآمره على الشعوب العربيه منذ نشاتها. من باع قضيه فلسطين؟ من مرر الغى حق العوده؟ من الذي شرد فلسطين؟ من الذي اقال الدول العربيه من وكان أرى يعني أنت تتناغم مع قاله اليوم وزير الإعلام الحقيقة الأستاذ عمران الزعبي، لأنه لا محل، طبعا كان في حديث صحفي أنه لا محل للجامعة العربية في أي قضية قومية لافتقادها الحكمة والرصانة وتجاوزها للثوابت القومية. العرب الشرفاء في الجامعة معول عليهم وضع حد لهيمنة المال السياسي والإرهاب. حتى السيد الرئيس لما سئل على الجامعة العربية قال أول نصر قدموا لها العرب هو خروجنا من الجامعة العربية، وبالتالي هو المكسب. هو المكسب، او المكسب كسبته سوريا هي خروج من الجامعه العربيه، وبالتالي ليس بجديد على الجامعه العربيه، واصلا من يوم ما وجدت الجامعه العربيه في مصر فهي متآمره. انظروا جيدا عندما كانت الجامعه العربيه في تونس كيف كان دورها؟ كان عندها نوع من الاستقلاليه، اقيل الاقليمي بمال القطري، واتي بالعربي الذي سيطر عليه القطري، وها نحن نرى في اخر مؤتمرات امير القطري يقود الجامعه العربيه والأمين العام للجامعة العربية تفرج. وقطر هي رأس الحرب الحقيقة في هذه الحرب الكونية على سوريا، في تقديم يعني في التمويل الهائل مليارات الدولارات، وفي تأمين أيضا وصول المسلحين والقاعدين وجبهة النصرة لسوريا لضرب استقرار سوريا. يعني وهنا أسأل يعني الأستاذ محمد علي سليمان، طيب قطر هذه التي كانت سببا في تقسيم السودان وكانت مشجعة في واقع الحال، التي يعني كانت أكبر محرض على ما حدث في ليبيا، انضربت أيضا من قاعداتها يعني خرجت الطائرات الأمريكية للتقصف في العراق. طيب هذه دويلة صغيرة باتت عبئا على هذه الأمة، ماذا نفعل أمام يعني هذه الحالة؟ قطر في تقديري لمدة السنوات السابقة تحولت إلى قاعدة، قاعدة عسكرية، قاعدة سياسية، قاعدة مخابراتية، وقاعدة مالية، وسائل لبرنامج الاستعمار الجديد، وقاعدة إعلامية أيضا. صحيح. الجزيرة اشتغلت لمدة سنوات طويلة من أجل كسب ثقة الرأي العام، وثقنا فيها. صحيح. كنا ما نقدرش نكون أمام التلفزيون وما نفتحش الجزيرة. حتى في البيوت. صحيح. ولكن الآن انكشف لماذا هذا الاشتغال على